النهاردة هنزور واحد من أحدث وأفخم الفنادق في مصر، فندق سان ريجيس في العاصمة الإدارية الجديدة. أول ما تدخل الفندق هتحس بالفخامة والشياكة، هتحس قد إيه إن الفندق ده مصروف عليه، وخصوصا إن الفندق لسه جديد وكل حاجة فيه لسه جديدة. الديكورات على أعلى مستوى، ده المطعم اللي فيه الأوبن بوفيه بتاع الفطار والغداء والعشاء. ده مدخل الأوضة، أول ما بتدخل فيه هنا زي الدريسنج إيريا كده، ده الميني بار ودي الدواليب ومراية، ويعني مكان ظريف كده. أظرف حاجة هنا بقى الحمام. الحمام اولا الباب مفيهوش قفل، يعني تخش الحمام كده انت وضمير اللي واقف بره. تاني حاجه لو بصيت من هنا كده عادي جدا تشوف اللي قاعد جوه الحمام وانت بره الحمام، فديزاين غريب جدا للحمام بصراحه. شايف الحمام كله، شايف اي حد جوه الحمام، بس لو شبيت كده ممكن تشوف اللي في الحمام. حمام شيك فيه كل اللي انت محتاجه. يعني الحاجات اللي انت محتاجها كلها في الدرج ده. هنا البويلر بوش ما شاء الله، يعني مكلفين وحلوة قوي. دي مكتوب أهلا وسهلا مصر. وهنا الدرج اللي فيه المشاريب، بصراحة تشكيلة كبيرة، يعني لو نفسك في حاجة هتلاقيها. يعني أنا مثلا من الناس اللي بتحب الشاي الأخضر، مش كل الفنادق بتحط شاي أخضر هنا، دايما الناس بتحط شاي وقهوة بس. فأنت عندك تلاقي شاي أخضر، كافيه، نسكافيه، شاي أخضر بالنعناع، إنجلش تي. لا بصراحة تشكيلة هايلة الحقيقة. ظريفة، شيك جدا، واضح ان الفندق كان لسه جديد فالديكورات لسه جديدة. مكتب هنا، وعندك النيتورك بتاعتك لو عايز تقعد هنا، في جنبك النيتورك والواي فاي والكهرباء. التراس، ومن هنا باين المونوريل اهو، بس ابقى اصوره بالنهار بقى علشان ايه يبقى اوضح. الفندق تحس انه على الطراز الفرنساوي دي، اللي هي البلكونات الفرنساوي دي. البلكونات بتاعت الجيران جنبنا على طول اهي. الطراز الديكوريشن حلو قوي، يعني تلاقي العواميد متعوب فيها. دي طبعا العاصمة الإدارية، لسه في حركة الإنشاءات. هنا سويمنج بول فيه موج، يعني ده موج اهو، لو عايز تنزل تحس كأنك في البحر عامل لك شاطئ بالموج اهو. ده سويمنج بول برضه ظريف جدا. تحس انك في باريس شوية، يعني البلكونات النظام بتاع فرنسا، بلكونات فرنسا. يعني بص الديكور بتاع البلكونة اللي هو بتاع باريس ده. تراس مش كبير بس ظريف، دمه خفيف. ظريف قوي. حاطط لك جنب السرير وايرلس تشارجر عشان ما تقعدش تجيب التشارجر بتاعك وتحط.
تحس انك في دبي بالظبط. ده البرج الايقوني، مش عارف اسمه، اللي هو اطول برج في افريقيا، تحس انك في دبي بالظبط. يعني مكان في منتهى الجمال، يعني ربنا يسهل وتكمل على خير ان شاء الله. في هناك مطعمين، مطعم إيطالي لو عايز تاكل أكل إيطالي، بيتزا وباستا والمأكولات الإيطالية، ومطعم اسمه الخديوي بيقدم مأكولات شرقية. الماسة دي لسه ما اتفتحتش، بس بيقولوا ان هيبقى فيها مطعم دوار، يعني تقعد فيه بيلف 360 درجة وانت بتاكل. لو عايز تقعد على شاطئ رملي، عاملين لك شاطئ رملي هناك في الفندق كأنك قاعد على البحر، والمية دي كمان بيبقى فيها أمواج صناعية عشان تبقى زي البحر بالظبط. المونوريل بيعدي قريب جدا من الفندق زي ما انتوا شايفين. ألمانيا روح لبلادك فوق التلج رقصت باليه، من ألمانيا روح لبلادك